بدك ماسك يمسيكي التجاعيد والتصبغات البشرة ويوحد لك لونها خلال 7 أيام بس. تعالي شوفي هالخلطة كيف عملناها، ومواد موجودة كلها بمطبخك واقتصادية، وما حتى تحضيرها ما بياخد معك دقيقة. شوفي كيف حضرناها وساويناها خلال دقيقة واحدة، كانت جاهزة ورح تستخدميها لبشرتك وتنسي أي تجاعيد وأي تصبغات، وتوحد لك لون البشرة خلال فقط أسبوع واحد. شوفي كيف حضرناها، وإن شاء الله بنكون عند حسن ظنك. ميت اهلا وسهلا حبايبي فيكم. اليوم ان شاء الله رح نعمل معكم المسك السحري لعلاج جميع مشاكل البشره خلال 7 ايام. خلال 7 ايام ان شاء الله رح تلاقي فرق شاسع ببشرتك اذا استخدمتيه بشكل يومي. ومكوناته مثل ما انكم شايفين، مثل ما بتمجاد دائما معودتكم من المطبخ، ما في شيء براني، ودائما شغلنا اقتصادي وشغلات صحيه وسريعه وطبيه. اول شيء اذا كانت بشرتك فيها خطوط وفيها تجاعيد وتصبغات، رح تروح اول ما بتستخدمي هي الوصفه، اول شيء شو بدك تجيبي؟ شوفي المكونات. عندي عسل، هذا العسل انا نصحتكم فيه، ودائما مثل ما قلت لكم انا بستخدم هذا العسل، واي عسل متواجد عندك ممكن تستخدميه. معلقه زبادي، معلقه من القهوه المطحونه، فيتامين اي هذا بتجيبيه من الصيدليه، ممكن يكون على شكل زجاج تعمليها على شكل قطرات، ممكن تكون هيك على شكل حبوب. هاي الفيتامينات حسب ما بتوفر بالصيدلية جيبيه، المهم هو الفيتامين اي متوفر وكتير صحي للبشرة. اول شيء رح نحط معلقة كبيرة من القهوة المطحونة بهذا الشكل. رح نجيب اي زبدية ونستخدم فيها مكوناتنا. بدي معلقة من العسل بنقي البشرة بشكل غير عادي، ما بتتخيلوه كيف بيعمل البشرة. العسلات بدي اياهم يصفوا كلهم بشكل كامل، خلي المعلقة واخلط فيها. هلأ بقى بدي معلقة زبادي كبيرة، نحن بسوريا بنقله اللبن، لاخواننا المصريين بيقولوا زبادي، وبمعظم المناطق بيقولوا زبادي. بدي اذا جبت الانبوبه من الفيتامين اي بتحطوا 5 قطرات، هو عباره عن زيت الفيتامين اي، واذا هيك اجاكم على شكل حبه افتحوها ونزلوا كمان الحبه كامله. شوفوا كيف حاولت افتحها بالمقص او بالسكين او باي شيء، ونزلوا قطراتها الزيوت اللي فيها، حبه كامله كافي معنا. ومثل ما قلت لكم اذا عندكم الانبوب عدوا 5 قطرات ونزلوهم بهذا الشكل. وهي خلطتنا بقى صارت مكوناتها كلها مع بعضها، رح اخلطهم. وخلي يمتزج معي الزبادي مع العسل مع القهوه بهذا الشكل، خلط مستمر. شوفوا الزبادي لازم يمتزج معكم، وهي اللي بتخلي الخليط يمتزج مع الفيتامين اي. اهم شيء يكون هذا الفيتامين متوفر، لانه نضارة البشرة بتجي من هذا الفيتامين، ضروري استخدامه. يعني تقريبا ولو بالاسبوع مرتين عملتي الفيتامين اي ضروري لبشرتك. خصوصي فوق 30 35 سنة لازم البشرة بتتعب بهالعمر، لازمها نضارة، لازم استخدام الفيتامين اي. هلأ هيك تقريبا خلطتي صارت جاهزة بهذا الشكل. هلأ استخدامها بقى، استخدامها كتير كتير بسيط. رح تحطيها على بشرتك لمدة 1/4 ساعة كل يوم رح تساويها. هي كتير سهلة، شوفوا كيف حتى استخدامها كتير كتير سهل بهذا الشكل. بتفركيها لحتى يمتص الجلد مظبوط، تفركيها بهذا الشكل، وبتستخدميها مثل ما قلت لك 1/4 ساعة، بتخليها بشكل يومي. تاني اسبوع من هالاستخدام رح تلاقي انك صرتي وحدة تانية، رح يتغير شكل وجهك تماما، ما بتعدي تعرفي حالك من النضارة، من الاشراق، من اللي الفيتامينات كيف رح تتغلغل على وجهك، ورح يصير يشع نور، ورح ترجعي بنت 20 سنة. صدقيني وصفة عن جد مرعبة، يعني ما حتلاقي تصبغات ولا حتلاقي أي حبوب ولا حتلاقي أي تجاعيد باستخدام هاي الوصفة. إن شاء الله تكون وصفتنا لليوم عجبتكم،
ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. وبس ملاحظة، هي اللي ممكن تفيدك لحد ما تخلص، كل استخدميها لتخلص معك، ما ضروري انه كل يوم تعمليها، ممكن هي تستخدميها 3-4 ايام. وملاحظة تانية، لا تنسوا الرقبة، اعملوا تحت من خطوط الرقبة، هدول كتير ببين عليهم التجاعيد. كمان استخدموا هي الوصفة بخطوط الرقبة، بتستفيدوا بشكل غير طبيعي. كمان عندك شغلة تانية، انه لما بتحطيها ربع ساعة وبتفركيها على وجهك، بتغسلي وجهك باي صابونة طبية ومي باردة، اهم شيء تكون المي باردة لحتى يشد وجهك. وما ضروري انه من الصبح تستخدمي، اول ما تفيقي تنشطي وعمليها يعني باي وقت تكوني مرتاحة فيه. وان شاء الله تكون وصفتنا لليوم استفدتوا منها وعجبتكم، ونشوفكم ان شاء الله بوصفات تانية. ولا تنسوا الاشتراك بقناتي وتفعيل جرس لتصلكم كل وصفاتنا الجديدة. انتم سالمين.